ماذا يحدث للأهلي في أسبانيا؟ معسكر الأهلي كابتن سامي قمصان، هنطلع لفاصل. قبل الفاصل نشوف سامي قمصان مع الزميل كريم أحمد في معسكر أسبانيا متحدثا عن ثمار وظروف هذا المعسكر، ونرجع بعد الفاصل وبعد التقرير من أسبانيا عشان نشوف ليلة الصدمة حصل فيها إيه وإيه اللي هيحصل بعدها. التجهيز للمعسكر بيحتاج شغل كبير، سواء من اداره النادي الاهلي، من مجلس الاداره، بدايه من توفير طائره خاصه، لان طبعا الترانزيت والسفر كمان من مدريد او من برشلونه الى الكانتي هياخد وقت كبير جدا، لكن طائره خاصه في معسكر النادي الاهلي ده امر اكيد يحسب لمجلس الاداره وبيساعد بشكل كبير جدا يا كابتن سامي. رايك ايه في هذا الامر؟ طبعا دي نقطه مهمه جدا، يعني اتكلمت فيها، دي برده من الحاجات اللي ادتنا ارتاحيه كويسه، لان انت عارف لو كنا رحنا مدريد المسافه حوالي 4 ساعات، غير يعني انت بتتكلم في حوالي 8 ساعات عشان تيجي هنا، ممكن دي اللي عانت برضو منها الفرق اللي كانت بتيجي هنا، كانت لازم تروح ترانزيت سواء بقى مدريد او الفرق او برشلونه مثلا، او تروح مثلا المانيا عشان تيجي هنا يعني. لكن الحمد لله احنا كل الشكر طبعا لمجلس الاداره، ودي مش حاجه غريبه على مجلس الاداره، اللي هي توفير كل السبل لنجاح الفريق الاول، ودي حاجه تحسب ليهم يعني، وحاجه مش جديده عليهم يعني. اما بنتكلم على معسكر اعداد، الناس ممكن تنظر له بشكل مختلف، ان بتبقى لعيبه طبعا في حاجات ترفيهيه ولعيبه فكه بلغه الكوره، لكن احنا عندنا ظرف خاص جدا يا كابتن سامي، بنكمل الدوري وعندنا بدايه الدوري، يعني بتشوف الامر ده ازاي؟ لان ده بيسبب عبء كبير على اللعيبه، على الجهاز، على مجلس الاداره. اللعيبه لابد تركز ولابد تبقى في التوب فورم، امر صعب بنعذركم، لكن يعني ثقتنا فيكم كبيره جدا يا كابتن سامي في الجهاز وفي اللعيبه، 3 مباريات ان شاء الله يكونوا من نصيبنا. برضه نقطه مهمه عايز اتكلم فيها، بشوف الامر ده ازاي؟ يعني هو مش شرط المعسكر ان انت تبقى معسكر 24 ساعه حياتك كلها كوره والكلام ده، لا بالعكس، يعني انت برضه انت بتعامل كانسان، يعني انت عليك ضغوط كبيره، سايب بيتك عشان تيجي تتمرن، بتتمرن حوالي فترتين، وفي اوقات كتيره بتتمرن 3، عندك مباريات وديه، بيجي لك فترات برضو انت بيبقى في بعض الملل، لازم انت تخرج اللعيبه ده الحمد لله اللي متوفره برضو هنا في المعسكر، ودي حاجه ايجابيه جدا يعني. انت بتشوف في بلاي ستيشن لعيبه بتلعب، في تنس طاوله برضو لعيبه بتقدر تلعب، في بتقدر تتفرج على الماتشات، بتتفرج مع بعض على الماتشات مع اللعيبه والجهاز، ويمكن طبعا كل الاسف طبعا المنتخب مصر خروجه يعني، لكن ان شاء الله اتمنى التوفيق في اللي جاي يعني. فكل الحاجات ديت برضو يعني بتعمل جماعيه، لان الحاجات دي كلها مهمه جدا، تبقى بتدي جماعيه للفرقه، بتدي اللعيبه يعني كل خش في مع بعض. يمكن توقيت المعسكر نفسه يعني يمكن كل سنه كان بيبقى فيه لعيبه جديده بتخش الفرقه، لكن انت دلوقتي انت في ظروف تانيه، اللي انت عاوز تاني بتفكر في ماتشات مهمه اللي جايه، سواء ان شاء الله عشان تنهي الدوري ان شاء الله وانت محقق البطوله، عندنا ماتشين مهمين جدا، عندنا بعد كده تكمله كاس مصر وبعد كده سوبر، فكل الحاجات دي طبعا من الاهداف اللي الراجل بيسعى لها واللي احنا بنفكر فيها وبنتكلم مع اللعيبه فيها، ان احنا اللي انت مش لسه في بدايه فتره الاعداد، لا انت بتكمل الموسم يعني، وده ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفقنا فيه ان شاء الله. على ذكر المنتخب، يمكن كنت بتابعوا الماتش مع الفرقه كلها والجهاز الفني كان قاعد، واكيد كانت حاله حزن وكلنا كنا يعني اكيد متضايقين جدا، لان كان عندنا امل ان احنا نرفع الكاس في بلدنا، الجمهور كان مدي رساله كبيره جدا، الشكل العام، الافتتاح، التنظيم. كلمني على الكواليس اللي شافت اللعيبه المباراه، وكواليس كمان الجهاز شافت المباراه ازاي يا كابتن؟ يعني بالنسبه لنا طبعا كنا طبعا كل الفرقه زعلانه، احنا والجهاز، حتى الراجل والله الراجل كان متاثر جدا وزعلان جدا يعني، حاجه طبعا كانت هتبقى ايجابيه جدا لو خدنا البطوله، بنلعب عليها على ارضنا، ويمكن حققنا البطوله، في حققنا اللي احنا ناخد البطوله، وحققنا عملنا طفره انشائيه سواء في الملاعب او في الطرق وفي الفنادق والحاجات كتيره، وكانت يعني عامله رواج كويس في للبلد، ومن كل المسؤولين في البلد، بدايه من الرئيس السيسي لكل القيادات اللي في البلد، اللي كانت مهتمه جدا ان هي تنجح البطوله، وفعلا من انجح البطولات اللي اتعملت في افريقيا، ويمكن اول مره البطوله تتلعب فيها 24 فرقه، وحاجه تحسب لمصر، ودايما كان املنا طبعا ان احنا نحقق البطوله، لكن الحمد لله يحسب لينا ان احنا برضو عملنا حاجه كويسه، رجوع الجمهور الحمد لله بقى في السياحه برضو بقى حاجه كويسه، الناس بقى عندها ثقه خلاص اللي هي تقدر تخش ماتشات ويرجع تاني ان شاء الله، الامور ترجع زي ما كانت ان شاء الله. عايز اتكلم في امر مهم، ممكن كابتن سامي من اللعيبه المهريين واللعيبه اللي عارفه قيمه النادي الاهلي، وكنت تلعب بروح بشكل كبير جدا، عايز اتكلم بالتحديد على رمضان، ويمكن قرار جيد جدا من مجلس الاداره واهتمام بشكل كبير ان رمضان يكون مستمر في النادي الاهلي، خطوات كانت بعيده شويه، لكن النادي الاهلي يعني بالتواصل مع طبعا نادي هارسفيلد قرب الموضوع بشكل كبير، وبالفعل رمضان متواجد في النادي الاهلي وهيخوض الموسم الجديد مع النادي الاهلي، وان شاء الله يكمل الموسم ده. النقطه دي بتشوفها ازاي؟ لان رمضان ابن من ابناء النادي الاهلي، بنشوف في الماتشات وبنشوف كابتن سامي بعد الفوز والاحضان والكلام ده، رمضان عنده روح فعلا
يعلم جيدا جدا قيمه تيشيرت النادي الاهلي. النقطه دي مهمه جدا يا كابتن سامي، عايزين نوضحها لكل الجمهور. وهي دي النقطه اللي انت قلتها، اللي النادي الاهلي دايما بيسعى للاعيب اللي بيحب النادي الاهلي وبيقاتل على اسم النادي الاهلي. يمكن رمضان من اللعيبه المميزه جدا، وصفقه طبعا كبيره جدا النادي الاهلي، واضافه كبيره النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي كان اضافه ليه. عارف يعني تيشيرت النادي الاهلي، بيقاتل عشان يحقق نجاحات للنادي ونجاحات شخصيه ليه لنفسه. يمكن احنا انا شايفها ان شاء الله تكون من اهم الصفقات، وحاجه تحسب طبعا لمجلس الاداره ان تفكيره وتصميمه ان هو يحقق الصفقه ديت عشان برضه يديله استمراريه في اللعب ويديله ويدي استمراريه للنادي ان شاء الله اللي هو يقدر يحقق له بطوله. فطبعا كل الشكر طبعا لمجلس الاداره والناس اللي فكرت في كده وفكرت ان يعني انا مش شايف ان انت بتجيب ما بتجيبش لعيب بس، لا انت بتجيب يعني انطباع لكل الناس ان النادي الاهلي بيشتري اي حد هو شاريه، ان النادي الاهلي بيحب اللعيب اللي بيقاتل عشان اسم النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. وان شاء الله اتمنى له التوفيق الفتره الجايه.